السلام عليكم، حي الله المتابعين. نبتدي وإياكم حلقتنا مال اليوم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم الحلقة تشكشك، لا تفوتون. هل طول من عتها طقان فلاش، احترق وجهي باللحيم، صدنا لكم طير حب مستوى عملاق، اجى هنا بالمزرعة وصدناه بالشقف. لا تفوتون ولا اي لحظة من الحلقة. يلا شباب قولوا يا الله يا الله، قولوا الله يا جاي. هذا خوفه من بعد اوقف، بعد هوب. هسه وقف كله شيشي، توقف العمل يا ولد، لان هاي هيك لاتين الماكينه مال اللحيم هسه يضبها بيده. ايش بيها الماكينه؟ انقطع هذا شو اسمه الحار مالها. يا ولد طقينا هاي الشخاطه وهاي الشخاطه وهاي الشخاطه وذيكه، بس تثبيت حاطين على مود نوقف النص لا ينعو. اللي كملناه هذا اخوان، شنو المشكله؟ المشكله انه هذا مو كلش سميك، عرفت شلون؟ يعني هذا ابو المليم، يمكن هذا ابو المليم، فلذلك يحتاج انه عمل يعني رهيب رهيب، وانا مو صاحب خبره قويه، فشويه شوي يعني بعد كل حديده اتعلم، هنا أنا اتعلم، هنا اصير استاذ، هنا عرفت شلون؟ فهسه هذا هو حجمها، خلنا نعطيكم عدسه واسعه تمشى ببطنها، تمشى منك ومن السياج وانت جاي منك من يم الدراما. ايه شوفوا، يعني ستخيلوا ارام فنجس، تعال فنجس التيافين، فنجس سوبر جامبو. شوف 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 طار ها اها متوحشة. هذا العرض هسه، هذا بس الواجهية، ذيك هذا النزال بعد أكبر. على كل هذا اللي وصلنا له، ودنيا ليل وبالقوة أشوفهم، يا الله ألحم. فشوفوا شوفناكم إياها منه، استنوا منه إذا أقول لك باشر هيك الشدة ما نكمل مشكلة. هذا يا هيك أشو لما تغيم هاي، بس يا باشر مطر. هو هاي المشكلة، إيش قلت لك أنا تبو؟ ما ناسي شدتهم. لا. اقول لك شوف شلون صكت. اي لا مو مطر، ها؟ لا مو مطر، ضباب قالوا. إيه لا هو هذا البرد ضباب، شوفه ضباب. بس هذا الغيم ما رجع، مات طين ضباب. شوفه ما بين شي صافيات، ما بين طوبه. لا بعد شوي تكضك. لا هسه ندخل على الطقس. وحكم الله بالخير، وهاي رجعتنا للمحميه. راح اشتغل بأي قناه او مثلا اي شيء يغطي الوجه، فقاعد تشوفون وجهي شلون صاير احمر هيك، هسه بس يلمس هيك هذا يعطب وجهي بالقوه. قاعدي وما لي حيل ابدا، لانه كله احترق من الورا الشعاع مال اللحيم. على كل رجعنا وجبت لي شيء البسه هنا على مود بس يعني كل شيء ما يطلع من الوجه وتت الحم. قواك الله.
ومتواصل. وهسه اجى الغدا لقينا 1 2 3 4 الباقي كله سويته من جوا، بقت 1 من فوق و2 من فوق 3 من فوق 4 من فوق بس. وهاي صارت عندي عوجه واضحه عندكم هسه، حتى هي واضحه اي، فلازم شوي تدنى اللي هنا، فلذلك راح اقصها وادنيها. شنو رايكم بالحجم؟ شوف هاي القواطع واحد بصف الثاني على مود السيم ذاكه يجي ويركب مباشره. طبعا السيم يوصل لحد اللي هنا، فيحتاج انه النص بعد قطعه وتركب على الحديد. غداكم اليوم اي شنو هو؟ مرقه لحم بوتيتو بعديدي. ده اخر وحده بالقاطع الفوق. كمل هسه عندنا الواشيه وكنا محسبين تاخذ 10، هسه اخذت 12. اخذت 12 يعني صارت 11 متر. قواك الله. يلا روح. هذا القاطع الفوق يا ولد صار هناك اعلى من السياج، فما ندري اذا راح نبني سافطه. هسه شنو سافطه ابوك له على العلو؟ طيب القلب توقف العمل، راح نروح للبيت نصلي ونجي. لا الكبر لا تسولف بالكبر. لا ما شات مبينه هسه من ندق له. عمي شنو ما شاء الله عليها ما شاء. انا هسه ماكو هو شي نقول احنا، خلص التواليت تجي مرحله سهله، يخلص الشي سبيت يجي هسه هذا اخوانا ما ادري شي وش احترق هسه يعني بالقوه وانا قاعد اشتغل. لا هو اللحين سهل بس شنو عندنا قواطع هواي. قواطع هواي يعني هذا من القواطع الكبار، الطوال جاي تأذيني. ليه الطوال كلش قاعد يأذيني، وهسه دقينا هاي لحمتها من هنا من الزاوية بس ولحمتها من هناك، بحيث هسه قعدت تماما وكنا خايفين من النخلة انه بس اجت وياها يعني طبيعي كلش ما عذتها او فتشي او ضايقتنا او فتشي. الباب هاي هنا البوابة مالتنا. الباب هاي هذا المتر مالي من هنا. جزاكم الله بالخير. هسه رجعنا بالليل العيون شوفوا دق هالفلاش قاعد تشوفون هذا الحراق هنا، فمرينا بالصيدليه وجبت علاج قطرات للعيون وهمين مرهم للحروق اللي صارت هنا. ما راح الحم هسه بس راح نقص القواطع على مود باكر الصبح بس نجي طيب الوضعيه مال العيون والنوبه نلحم. جيد بقت اخر
قطعة نقصها ونروح للبيت. هاي الختامية؟ هاي الختامية. هذا جيد. نشوفكم مباشر الصبح اذا اجينا مال وجه ورانا هالقد. خلونا نروح المزرعة ونكمل واجباتها ونشوف شنو اللي صاير. لان هاملها وهاملها ايضا بالتصوير، لان تركيز العمل صاير هنا والوقت ضيق اخوان، ما تحس الا نعم شويه طب اذن طب صار العصر طب صار الليل خلاص الوقت. حياكم الله والخير. هسه رجعت الفقاسه محترق بيها جلوب، درجه الحراره صار 32 وعندي بيها تفخيص حاليا مال سمان. هذاك الجلوب محترق مو؟ اي محترق ذاك. واضح عندكم مشتغل بس هو محترق. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي وجبة مال سمان بيض كلش كلش هواي ما طالع. خلونا ناخذ هاي الوجبة اللي فقست ونوديها للحامل هناك، خلي اسويها قدامكم عملية الشغلة. انا بس هيك اكسر شوية هاي خربانة، شوفوا هاي خربانة، يعني اعرفها من خلال الغشاء الابيض. هاي بيها فرق وعايش الفرق لفضلنا. هذا شوفوه هذا منقارة، شوفوا بس مختنق وميت. ها شوفوا حرامات، هذول نفس الشيء لو ما نطلعهم هم يخ. بعد ما احتاجه جبت جلوبين على مود اخلي واحد هنا حتى يصيرون اثنين، وجلوب راح اخليه بهاي اشغلها على مود انه راح اضيف بيها وجبه جديده من السمان ذاك الكبار حتى ينضاف هنا. قلت وجبه هنا وهاي الوجبه الجديده اللي فقست. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلوا هنا، خليت لهم مصباحين. هذا البلت لما نزلته هنا ما انطيت خسائر هالمره هواي. بالنسبه للوجبه اللي كانت هنا عرضتها لكم للبيع انباعت كلها، اخذها احد المتابعين تحياتنا له من التشبايش، وهواي ولد راستوني فرات الريد فرات الريد. اخوان هسه حاليا بس صغار، والسمان عندي كله قطع بيض اللي فوق، فحاليا موجودين هم صغار، يعني لازم حجز انه هسه شخص يحجزهن ويقول انا اريدهن واجيك اخذهم، على مود بس يكبرون يجي ياخذهم. شنو اخبارك؟ ام رقيبه او كتاكيتك والمفروض انت تطلعين وتنزلين، بس شو تسوي ام رقيبه؟ ماكو فرغه ماكو. هذول الكتاكيت شوفوهم ما شاء الله عليهم، بعتهم خمستهم عايشين وياها، واقدر انزلهم هسه بهيك عمر، بس اخوان اخاف عليها. هات يا بابا لهيك. هذا الك الك، هذا هم ياكلون. الحج يقول عندك فرخ فنجس ميت ذاك، فرخ مال فناجس ميت. خلونا ننزل هاي لان المفتوح والجو صاير بارد هنا ومتغير عليهم كلش، ف ميت. فدوه 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 يجي الاحسن من عنده ان شاء الله. تالي يا هلا. اي عافيه. بعد بعد عافيه. بعد قول يا الله.
عافية يمة فدية النادرات يمة. اخوان تالية ذكر مو انثى لانه بدأ صفار العين يخط داير ما دايرها. النثي يصير صفار العين ابيض والذكر يصير لا صفاره اصفر يعني طبيعي. اخبار فرخات الهاجر مبيضت بعد كلهن عايشات. اوه ما شاء الله ما شاء الله. مو قلت لكم بيض؟ مو قلت لكم بيض؟ صلوات على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله على إبداعك يا خالق. شوفوا الهيبة، شوفوا الجمال، شوفوا الأناقة. هاجرمو أبيض. بسم الله انزل 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 بسم الله ما شاء الله انزل. وهذولي نفس الأمهات، هذولي نفس الأمهات. شوفوني ما شاء الله بسم الله بسم الله بسم الله نفس الأمهات ما شاء الله ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. تعال 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 ناخذ لكم صورة. تعالوا 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 يا أبطال تعالوا. بسم الله ما شاء الله. صمان الملكية بيضة هناك وعافت البيض، بيضة هنا ذبيت البيض، بيضة هناك وعافت البيض، بيضة هناك عافت البيض، بيضة هناك عافت البيض. هسه مبيضة ومستقرة بهذا المكان. شوفوا لي اياها، ما اعرف كم بيضة جواها. شوفون ما ادري اذا تشوفونه او لا، بس هي ذاب بيض ذاك اربع بيضات. بسم الله ما شاء الله عليها. انا شنو اريد؟ اريد ان البنغاليات يبيضن. بطيتن هالمره، بطيتن بطيتن مو من عوايد كان، اريد ان يبيضن حتى ازرق. اوكو هاي هي، هم خليها خليهن جواها. وهاي البيضة الثانية هسه شوفونها حظنن حتى شيني اشيل بيضاتها لان مستوى قوي هي وذكرها، واذفن هنا جو البنغاليات. تتذكرون بواحد من الفيديوهات هاي المبيضت هاي نزلت صحيح الفلورن، اذا تتذكرون بواحد من الفيديوهات بنينا هذا البيت اللي هو بيت القصب، اجوا ولموا عش وبيضوا. اي والله مبيضين والبيض حار. لا شوفوا خمس اربع بيضات، اربع بيضات بيضه بالشفقه مالته الفوق. قد ما كملت المحميه وطفيتها صار ثلاث اربع ايام ما سحب بيض من جوا الدجاج، فاكيد هسه اكو كميه كبيره مال. اي بسم الله ما شاء الله. إيه صلوات على محمد وال محمد. هاي سته هذا عشرة. ماكو هاي واحدة، ماكو. حج يقول اكو ورا النخلة بيض. هذاك مال البطريق البيض نعمة، هاي خمسة مال بطريق، وهنا يمكن 14 مال دجاج. خلونا نحسب مال الدجاج حتى أدخلها هسه للتفقيس، لأن أنا عندي وجبة هناك وهسه هاي وجبة زينة. هاي 14 بيضة مال دجاج، ودول خمسة هنا أنا وجبة مال دجاج هم. بسم الله ما شاء الله. ونصعد فرد، أصعد فرد نوب للسمان، ماكم دخل بالكيكة. نصعد فرد نوب للسمان حتى هم نجمع وجبة وندخل كل سوية الماي بالنسبة للفوق، فيصير بين يوم ويوم. أنا أخلي لهم البارحة، أنا مخلي لهم ماي. بسم الله الرحمن. بط 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 بط. هلا 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 بالعزاز، هلا هلا. حتى البشبوشة تعلمت عليها مين.
بسم الله. أكلوا أكلوا ألف عافية. وأنتم الكوشينات من قاعدون الصبح تتريقون بي وينكم دولة. إخوان الديك خارم لا يعوعي لا يقفز ما عنده شخصية. بعد واحدة. تعال تعال مورتن. بط 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 اكو اكو. ادري كمان تحبونه ماي. ادري ادري ادري. يلا اكلوا اكلوا اكلوا. هذا خال وبلت مال تسل السمان. انا مثل ما قلت لكم انه هو قطع بيض قطع ماكو ما كان. عفتهم يومين يلا طوني بيضتين بس ماكو. شوف العدد ايش قد. شوفوا هذا كل العدد بس علف. اخوان هذا الشغل غلط. مال حاط الاكل 24 ساعه من غلط. السمان بهيك مكان كبير غلط تربيته. ابعت وجبه من الكتاكيت مالاتي هذولي واللي بقوا هذولي فد ما ادري يمكن 10 بهم هيك. لان قلت لكم وقت شويه ماكو تفرغ لهم وهم انا عندي خير من الله جوا فبعتهم حتى هم شويه فلوسهم تساعدني اشتغل بهن هناك بالمزرعه. وكملنا الجماعه اللي فوق. بسم الله ندخل البيض للفقاس. هذا كل البيض ما اعرف ايش قصار. وهذا هم بين بيض السمان بس يصير معه التقليب يصعد وتتنظف الفقاس. هسه يا محفوظين السلامه اجى دور هاي العصاره مال الحروق لان الوجه هسه صار احمر دم دم. عرفت شلون؟ وهاي القطره مال العين. خلوني اخليهم. لا تنسون من الدعاء يا المتابعين. هاي نتيجة العمل بسرعة يعني بسرعة 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 نشتغل. بس الحمد لله والشكر هسه خليتها قطرات وخليت هذا مرهم مال حروق. وان شاء الله باشر الصبح احسن ونرجع نشتغل. تصبحون على خير. صبحكم الله بالخير. الحجي اليوم جايب له هدية ويقول هاي هدية بالنيابة عن المتابعين جميعا حصرا هدية بداية السنة الجديدة. تعالوا خلنا نشوف شنو اللي جايبه ابو علي. نشيك صحته وبعدين ينطلق بالمحمية. جايب ابو علي اليوم. اليوم جايب مناسبة دورة السنة سنة 2024 نيابة عن المتابعين. هاي الهدية من المتابعين الى فرات الصياد. احبهم واحترمهم. التعليقات التعليقات خوف كلها الك صايرة هاليوم. اي انا احبهم بعد ما تهيهم. ما اعرف شنو اللي جايبه ولا انت تعرف اسمه ولا قال له لك شنو اسمه. اي بس الجمال كض بالله جمال الطيب الفنجس المذبوح. أوه. هذا الطير يقولون عدائي. عدائي يعني يقتل الطيور الباقية أو مثلا يخرب أحشاشها. فلذلك أنا راح أطلقه بالمحمية وأجربه وياكم. الفنجس المذبوح. طيب أنا أشوفهم. شوفوا أو يسمونه الأفريقي لكن عاميا يسمونه الفنجس المذبوح. تعالوا كالعادة انطلق هنا بس نشيك صحته ونصوره لكم قريبا. يسمونه الفنجس المذبوح لان تجي هاي الذبحة هنا بالرقبة مالته. شوفوا هذا الموطن مالته افريقي يعني هذا من الطيور البريه الموجوده بالطبيعه هناك بافريقيا. فهو يا محفوظين السلامه الفنجس المذبوح
بس ما نعرف الأنثى من الذكر. شكل مخاليف يعني مو شكل كبار، لكن عموما هو هذا شكله. يستاهلون المتابعين، واحنا يعني حبينا نجيب نوع يعني جديد للمحمية، وهاي الطيب باسمهم. جزاك الله خير، جزاك الله ألف خير. صباح الخير، صباح الخير. هلا بمورتن وهلا بتوفي. مورتن بعد الباب نسو. مورتن سمعوا مورتن مورتن تعالوا. هلا صباح الخير، صباح الخير. هلا صباح الخير. هلا عوافي يا حلوين، عوافي. مورتن انا مو طيب، انا مريض، ولك وجهي راح يموتني. طيب مساكم الله بالخير. هسه اجينا واشترينا علف. هالمره شنو جبت مرحله ثانيه ومرحله اولى. المرحله الثانيه لسه طبعا انا ردت بياض، بس قال بياض ماكو، امس جت وجبه وخلصت، عليه سحب هذا الاكل وسعره مناسب، فلذلك يعني الناس تشتري من عنده. على كل هسه اخذت جونيتين، مرحله اولى مال كتاكيت تسمين، ومرحلة ثانية هم ينتس بقلب. هسه راجعين بالطريق جبنا العلف، فأبوي خابرني يقل لي واحد من طيور الحب مالاتك طالع برا. شنو يا طير حب طالع برا؟ أردفتهم شلون طلع؟ معناته انه لازم الجهال جايين وفاتحين الباب فطالع واحد من عندهم. شلون طالع؟ هم بالقفص. خلي نروح للبيت. طالع من القفص وفوق السلم. ايش يا فاتح الباب؟ معناته لازم هذولي. لا الحق الحق الحق. وعلى السيب داك موجود؟ اي موجود. والله اوقف 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 اوقف. بس مو انه هذا. لا غريب. اي غريب. والله هذا ريمبو يمكن. ايه قضلي. راح اطيق قبل بالشقاقه. اي بعشم تاني. بس هاي مشروعه. خلنا نجيب صمغ واجي كوقف. بس لا تقرب له، لا ما تكمل. لا ما تقرب. لا تقلي هسه قاطع الجوع قطع. اي ما يخالف. تدري شنو هاي؟ مو خليته مفتوح؟ اي. اجي على الصوت مالي. تصور عليه، صورني عليه من. مو خاف يطير، ما اقدر اروح. شوف شوف صار بالاخير. قطع. هذا ما اقدر. شوف شلون استعد. اي اي يطير. لسا حطيت هذا الكناري اكل وخليته هنا. خليني اذهب له بلكة الله جوعان. وانا جمعت الدجاج عليه. فرات بالشكفه سوى محصور بالزاويه. يا اخي انا هسه ما شفت تو، بس الدليت عليه قبل راد يطير. هو مبين جوعان. حجي والله خندم له بس اكل احسن. ابوي حسباله مالي انا هلا اقول هذا ريمبو، هذا من عندي انا هاجر مو بين طلع. تعال. وشون ينزل بنص الدجاج؟ ما ينزل بنص الدجاج. راح اروح له منه. من ورا التكمه، من ورا التكمه. يا صغار قال قبلي هون. وين السياج؟ روح ادخل بالسياج، ادخل بالسياج. اي ويتك 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 ويتك. يلا. ما اقدر. تقدر بسرعة. ما اقدر. بالشكفة. ما اقدر. شلون اسوي؟ ما دام الطاني قرب يطيني راح اجي له منه. هيك ما اقدر، شلون هيك اصيد السياج هيك.
لو شوية بس شوية يدن هيك خرب يومه. شلون اطق له الحائط؟ بس اطق له بالمزبوط. والله الشكفه مالتك القصه مالتها صغيره. وهاي من لونها؟ تكون طويله. صوره 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 على الاقل انه يصير توثيق انه اجى طير حب علينا. بس لا يصعد على السياج، لا صعد على السياج راح ننطلق. يستعجل؟ راح اروح لهيشي وحنطخمه. هو مبين جوعان قاعد يبوع ليك، بس يخاف من والله. كافي 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 يكافي كافي فراس. كفيت ابوي شوفوا. تعال جوا تعال جوا تعال 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 تعال. هذا هاي ايه هو هاي شوف بس مو مو مالي هاي. والله مو واحد من مالاتنا هذا. ايوه هو تذكر يا ميخا هذا شو اسوي هذا. يمكن هذا ريمبو يسمونه ريمبو. الله يحبه. استغرب صيد اليوم ها؟ ايه نعمة. لكم للعلف بعد ما قضينا الطير الحب والحجي ورام هنا قاعد يبيعون لهم. رجعت جبت البلت الناعم اللي هو هسه بعد رخص اكثر. ذاك يوم اشتريت القونية 50 كيلو ب 42، هسه صار ب 40,000. هذا 50 كيلو، هذا اللي تبقى ذيك المرة من القونيتين اللي جبناهم، لان استهلاكاتنا صارت هواي للسمان والكل شيء. فلا يزال يعني عندي هاي وبعد نص قونيه فوق موجودات، بس انا جبته على مود انه لانه احتاجت الدبه انترست من جديد. هاي شنو بيها فارغه وانت بيتشن خال خلنا ندبنها بهذا. اي على الثانيه يا محفوظين سلامه يجي بهذا الشكل كبسولات، يجيش كبسولات. والمرحله الثالثه تجي بعد شويه اخشن من هاي، بس هاي هي اللي تشتغل مرحلة ثانية تصير جودتها بعد أقوى من جودة المرحلة الأولى. هذا البلت وهذا البلت يا محفوظين سلامة صار كله هنا. أنا هذا أخوان للسمان والهذولي، الهذولي هم نفس الشيء أخذهم دا يعني كل يوم أنطيهم هيك شوية بس على مود يعني يغيرون بالأكل، مو كل أكل بيت أكل بيت أكلهم. هاي الجماعة ذاك الطير الحب وانا هذا يمكن يسمونه ريمبو. هذا هو ايه هو الريمبو ها، لان هاي يسمونها ريمبو هاجرمو. هذا نفس اللون والله. احتمال انا اقول ان هذا الفحل الاصفر مالي فاهي، حتى لو كان فاهي فرات كان، حتى لو انه بس تبيض وما يشد. على كل خلوني انزل لان صار الليل وهسه تبدي تيارات الهواء البارده تجي. مساكم الله بالخير، رجعنا للمزرعة من جديد. ما اقدر رجعنا، بس ما راح نلحم لان على ما شوية العيون تاخذ استقرارها. جبنا هنا صبغ اللي هو الصبغ الرصاصي الزنجار. شو هذا؟ شيني هذا مو رصاصي لو صاير جوا اللون. هذا اللون خفيف. اذا مضخنا تعال نفتح القطوية الثانية.
وانا عندي صار ضخيم. اخوان ما اقدر الحمانه لان بعد العيون بعتن مو كلش صاحيات، احتمال باشر الصبح نرجع للحيم. فقلنا انه ليش ما عندنا شيء نسوي، عاده خلونا نروح نسوي شغله نخلص منها اللي هي الصبغ. فصبغنا تقريبا منه يعني هذا اللي بقى، هذا نص وهذا نص وهذا نص وهذا نص وهذا نص وهذا نص، اما البقيه كله كمل. وبهذا يا محفوظين السلامة نكون وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا مع اليوم. لا تنسون والدينا من الدعاء، ولا تنسون أن الله يكفينا شر بني آدم. أودعناكم.